أيضا من المملكة العربية السعودية. أحد مواطن سعودي كبير بالسن ولكن الاحترام وتقدير، عنده مشكلة مع شركة الاتصالات، طلب منهم شغلات ما سووها، راح يحل المشكلة. شلون يحل المشكلة؟ جاب لهم ساطور ودش عليهم، بعطيكم ساعة إن ما حليتوها صلح النبي يا ريال. ساطور، أعطوني التاج. يا حجي، إذن داش عليهم بساطور وبعدين تقول لهم علي الطلاق، وش حاجة طلقت في الله يهدك؟ إن شاء الله إيش تبي يعني؟ تليفون شحن ولا تعور قلبك وترفع ضغطك يا الله يهديك؟ بس رجع الكويت.